القريم يحيى المنصور. ويحكم بها ويحكم عليا ب 10 مليون ولا ب 20 ولا ب 100 مليون. ودي لي بنتي المقتضى قضاء فاسد حق الصلاه ولا الذي عنده ولا يعرفه ولا مرتشين. انا بيعت اللي كلهم بسب القانون ولا كلهم صار الله للبيت وكلهم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول الله. حضرنا اليوم قضيه الطفل الجنه. كان الحكم حكم ظالم، حكم جائر. حكم القاضي ب 15 عاما حبس للمتهم وايضا تعويض 5 مليون ريال.